ازيكم شباب، عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله هنتكلم سوا عن المحاضرة الرابعة في كورس Discrete Mathematics، والمحاضرة النهارده بتتكلم عن السيتس. طيب تعالوا نبتدي ونعرف أول حاجة خالص يعني ايه سيت أصلا. طيب قالك السيت هي عبارة عن مجموعة عناصر متجمعة سوا في حاجة بنسميها سيت. الحاجات دي ترتيبها ما بيفرقش وعددها ما بيفرقش، بمعنى إن أنا لو عندي سيت فيها واحد واحد اتنين تلاتة، الكلام ده هو هو تلاتة اتنين واحد، هو هو تلاتة 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 واحد اتنين. ترتيب أو تكرار العنصر نفسه أكتر من مرة، أنا ما بشوفش الحاجات دي، أنا بشوف كل عنصر موجود مرة واحدة بس. يعني هنا أنا مش شايف ده برضه، تمام؟ طيب بنكتب ازاي السيت دي؟ بنفتح كيرلي بريس كده ونكتبين واحد كوما اتنين كوما تلاتة، دي كده سيت عندي سميها مثلا اس. طيب لو أنا عايز أعرف الخمسة دي مثلا موجودة ولا مش موجودة في السيت بتاعتي، كنا بنعمل لها بحاجة زي حرف الاي كده اهو، دي اسمها belong to. لو قلت خمسة belongs to s يعني ان الخمسة موجودة. طب هل هي موجودة؟ لا، يبقى doesn't belong، يبقى الخمسة doesn't belong للاس، ده الرمز بتاعنا. طيب اي element من الحاجات اللي جوه دي بنرمز له بأي حرف صغير، ايه مثلا او اكس او اي حاجة، بس يكون ايه lower case. طيب واي ست بتكون upper case، يبقى السيمبل بتاعنا في الاخر ان هو a belong to a capital او a doesn't belong لل a capital. ده كده ال element وده كده ال set. تمام. اقول لك حاجة اخيرة، ان ال set مش شرط عناصرها تكون ليها علاقة ببعض. يعني ممكن يكون عندي set اهي فيها عمر واتنين واربعة ونص وكايرو مثلا، دي سيت عادية جدا ومش لاقي مسميها اي حاجة بي مثلا. هل دي بتعبر عن ايه؟ اي حاجة بقى، بس السيت دي نفسها مفيش حاجة تمنعني ان يكون عندي سيت حاجاتها ملهاش علاقة ببعض. طيب لو انا عايز اقول سيت اوف اول اود بوزيتيف انتجرز less than 10 نسميها مثلا O، نكتب ايه اللي جواها بقى هنا؟ all odd positive integers less than 10، يعني انا ابدأ من الواحد اهو معايا، الاتنين معايا، لا التلاتة معايا، الخمسة، السبعة، التسعة. شكرا، دي اجابة السؤال اللي هو كاتبه لي فوق ده. طيب لو قال لي set of all positive integers، هنكتبها كده set of all positive integers less then 100، سميها مثلا بي. هل بقى مايل واحد اتنين تلاتة أربعة، أفضل أكمل سطر تحت سطر تحت لحد في آخر 98 99، مش هنخلص كده. قال لك لأ، عندنا حاجة أسهل من كده، إن أنا بقوم كاتب له أول إلمنتين أو تلاتة، واحد اتنين تلاتة أهو، وبعدين تلات نقط، وبعدين كوما 99. دي معناها إن في حاجات كتيرة في النص هنا، بس هي تلات نقط بس، ده المتفق عليه يعني. تمام. طيب قال لك هل انا محتاج لما اجي اعرف السيت الاو دي اكتب كل الكلام الانجليزي ده، ولا في طريقه ابسط شويه من الكلام ده؟ قال لك لا، عندنا طريقه ابسط شويه من الكلام ده. تعالى بس نشيل الكلام اللي تحت ده. قال لك ايه هي بقى؟ قال لك ان انت تقوم كتب له او ايكوال، سمي الاليمنت اللي عندك ده مثلا اكس، وهو قال لك ان هو بوزيتيف انتجر صح، هتقوم قايل له ان الدومين بتاعك هو الزد بوزيتيف. جميل. وير ايه بقى؟ ان الاكس از اود اند اكس ليس ذان 10. دي طريقه مختصره شويه عشان نكتب بيها الكلام ده. فنقدر نقول ان انا هنا بكتب الاليمنت، وهنا بكتب الدومين، وهنا بكتب الكونديشنز، اللي هو والله لو في اي element اكس موجود في كل الدومين ده لازم يكون بيحقق التو كونديشنز دول علشان اقدر اقول له اهلا بيك في ايه، في السيت بتاعتي. ده كده بنسميها السيت بيلدر، الطريقه المختصره اللي احنا بنعملها دلوقتي دي. تمام كده. بيسألني سؤال تاني، قال لي امتى اقول ان سيت ايه بتساوي سيت بي؟ نقولها ازاي؟ نقول ان انا، تعالوا نفتكر كده اليونيفرسال سيت، هقول له ان انا عايز لكل اكس
لو الاكس موجودة في الايه اقدر اقول ان الاكس ابقى مطمن وانا بقول انها هلاقيها في البي. وكمان اند يعني لو لقيت ان الاكس موجودة في البي هقدر ابقى مطمن واقول ان الاكس موجودة في الايه. الصيغة دي كانت متفكرناش في حاجة، ان انا مشيت مرة كده اند مشيت مرة كده، فاقدر الم الاتنين في بعض واقول لك ان لكل اكس اكس belongs to a if and only if x belongs to b. يعني هي ماشية من هنا لهنا ومن هنا لهنا. لو انا شفت element في a اقول ان هو اكيد هلاقيه في b، لو لقيت element في b هقول ان هو اكيد موجود في a. كده انا قلت ان الست دي بتساوي الست دي بالظبط. وزي ما قلنا في الاول الكلام مش على الترتيب، مش على عدد العناصر او على تكرار العناصر. يعني انا لو عندي a بتساوي 1 3 5 و b بتساوي 3 خمسة واحد و سي بتساوي تلاتة 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 خمسة خمسة واحد، يبقى أنا أقدر أقول في الآخر إن إيه هي بي هي سي. طيب إحنا عمالين نتكلم عن الست واللي جواها والعناصر بتاعتها. طيب لو أنا عندي ست بس كده فاضي مفيهاش أي حاجة خالص، دي ينفع تبقى موجودة أصلا؟ قال لك أه ينفع تبقى موجودة عادي جدا، وبنسميها فوري. هي بتبقى دايرة كده اهو ويعمل اسمها كده اهو، هي تعمل خط مايل هي تربطهم في بعض مش فارقة، المهم ان هي زي حرف او كده اهوت ومشطوب عليه. دي اسمها فاي وبيسموها سينجلتون ست. سينجلتون ست تمام، عشان لو شفت المصطلح ده تبقى فاهم ان هو قصده بيتكلم عن فاي. يعني جه بعدها عرفني على مصطلح جديد اسمه سب ست. سب ست، طب ست وعرفنا يعني ايه سب، يعني ايه يعني جزء من ست، وبنرمز لها بعلامة سي وتحتها خط تمام. يعني ايه سب ست بقى؟ يعني لما انا قلت لك ان الايه بتساوي 1 3 5 وقلت لك ان البي بتساوي 3 1، مش دي كده مش البي دي كلها جزء من الايه؟ العناصر اللي في البي كلها موجودة في الايه، او يعني العناصر البي كلها جزء من العناصر اللي موجوده في الايه، خدت جزء من الحاجات اللي في الايه وحطيتها في البي، فكده يبقى انا اقدر اقول ان البي از سبست فروم ايه. طيب تيجي نكتب حاجه زي كده، اقول ان انا بكل الاكسات لو الاكس موجوده في البي اقدر اقول لو انا مطمن ان الاكس موجوده في الايه. طب هل العكس صحيح؟ حاجه زي الخمسه دي مثلا لو شفتها في الايه اقول انها موجوده في البي؟ لا، يبقى انا خلاص التعريف بتاعي خلص كده. المره دي سهله باتجاه واحد بس مش باتجاهين. اقول ان هو لو موجود في البي اقدر اقول ان هو موجود في الاي، يبقى الكلام ده ايكويفالنت لي بي سبست من الاي تمام. خليكم من الترتيب، الاولاني هو اللي بيروح بالسهم للتاني مش العكس. طيب لو جه في سؤال بيقول لي شو ذات اي سبست من البي تمام، هثبتها له ازاي؟ لازم اوري له ان كل حاجه في الايه هي فعلا موجوده في البي. يعني لازم اقول له كان فور اول اكس لو اكس بيلونجز تو ايه يبقى كمان اكس بيلونج للبي. لازم اوري له ان كل الاكسات كده. طب لو قال لي ان شو ذات ايه از نوت سبست فروم بي، برضه بنشطب عليها زي ما عملنا في البلونج اللي كانت في الاول دي تمام. اعمل ايه بقى ساعتها؟ لازم اوري له اكسايه واحده بس، يعني there exist x يعني على الاقل واحده ممكن يبقى اكتر طبعا، ان الاكس موجوده في الايه اهي والاكس مش موجوده في البي. لو انا عرفت اثبت دي كده بس يبقى الكلام ده صح تمام. تمام ان شاء الله. طيب وفي معلومتين صغيرين كده لازم الواحد ياخد باله منهم. قلنا من شويه على حاجه اسمها فاي، الفاي دي اللي هي empty ست، ده قانون بقى او ايدنتي عندنا ان الفاي از اولويز سبست من اي ست، اي ست الفاي دي جزء منها. ليه؟ تعالوا نثبتها بسرعه. مش انا بيقول لك ان لازم كل اكس لو الاكس موجوده في البي تبقى موجوده في الايه. طيب انا بقول لك ان الاكس بيلونجز تو فاي، ده اصلا بفولس. لو فاكرين من اول كام محاضره ده كان اسمه عندنا فيكس بروف، ان انت بقول لك عندك قانون وانت ما عملتوش اصلا في الاول، فايا كان بقى طلع ده بترو او بفولس الكلام ده يطلع بترو. فطالما انت اصلا بتقول اكس بلونك فاي والفاي فاضيه يبقى فعلا الفاي موجوده في اي ست. والحاجه التانية كانت ايه؟ ان الاس
هي سبست من نفسها اصلا، لان كل element اشوف اس هعرف انه اكيد موجود في اس. ما انت شايفه في اس، هما قانونين صغيرين وقت بس لازم نكون عارفينهم عشان لو ظهر لنا قدام ما نقعش فيهم. بس دي كده كانت السبست. عندنا حاجة تانية، دي كده كانت السبست. عندنا حاجة تانية اسمها بروبر سبست. طبعا انت بس هنا ان السبست كانت رمزها سي تحتها خط. البروبر سبست رمزها سي بس، هي مش سي ومش اي، يعني هي السي عندنا تبقى كده اهو، دي بتبقى ممطوطة اكتر منها بشوية، بس احنا هنقول سي واي عشان بس نبقى الموضوع بسيط بالنسبة لنا. طيب ايه الفرق بقى بين البروبر سبست والسبست؟ بروبر سبست بتقول لك ان كل اكس لو الاكس موجودة في البي يبقى هتبقى موجودة في الايه. ده لو خلينا نشرح البي سبست من ايه. طيب احنا لحد هنا كده مفيش اي فرق، ايه بقى الفرق؟ قال لك انه يوجد اكس موجودة في الايه وما هياش موجودة في البي. يعني ايه الكلام ده بقى؟ يعني لو انا عندي الاي دي بتساوي 1 2 3 وقلت لك ان البي بتساوي 1 و2 و3 كده، دي البي سبست من الاي عشان احنا سألين ان الاس سبست من نفسها، ودوت ما يتنافاش مع الاول كونديشن ده. طب ايه التاني بقى؟ يقول لك ان في element في ايه لازم اشوفه وما لاقيهوش في البي. يعني انا لازم اشيل التلاته دي مثلا او الاتنين او الواحد او اي حاجه، المهم ان ما يبقاش البي نسخه من الايه. بروبر سبست يعني سبست بجد ليها معنى، مش ان انا اخد الايه واروح اخد منها نسخه تانية اسميها بي واقول لك يبقى البي دي جزء من الايه. ما هي طبعا جزء من الايه، ده هي اصلا الايه. فاقدر اقول ان البروبر سبست هي فعلا جزء من الايه، واقولها وانا متاكد ان هي جزء من الايه. انما لو قلت سبست بس اللي هي اللي كانت في الاول دي، ممكن ابقى اعرف ان البي هي جزء من الايه او الايه نفسها. طب والله اقدر اقول دلوقتي مثلا لو عندي بي عباره عن 1 و2 اقدر اقول انا مطمن ان البي از بروبر سبست من الايه اللي عندي دي، وطبعا هتبقى سبست كمان. يعني لو هي لو بروبر سبست هتبقى سبست، بس العكس مش صحيح. يبقى نقول تاني ان البروبر سبست معناها ان الايه معناها ان الاول جزء من التاني، ولازم يبقى جزء فقط، لكن دي جزء او كل. تمام، ده الفرق الوحيد ما بينهم هما الاثنين، اللي هو السطر الزياده اللي احنا زودناه ده اللي بيقول لك ان لازم هتلاقي element في التاني مش موجود في الاول يعني. تمام. طيب نجيب بعدها في المحاضره نتكلم معانا عن جزئيه مهمه وهي الكار دينالتي. يعني ايه كاردينالتي؟ نقدر نقول ان هي عدد العناصر اللي في ست اسمها اس. لو انا عندي ست اس اقدر اقول لك عدد العناصر اللي فيها بيعملها كده شبه الابسولوت، نفس النوتيشن بس ما هوش ابسولوت. دي كده معناها number of elements in set S. يعني لو انا عندي عدد ال positive odd integers less than 10 وسميت دي ايه مثلا، اقدر اقول ان الكاردينالتي بتاعت ايه دي هتساوي كام. عندي الواحد والتلاتة والخمسة والسبعة والتسعة، يعني 5. طيب والله لو سألتك ايه الكاردينالتي بتاعت فاي هتقول لي ايه؟ 0، ما فيهاش اي اصلا عناصر. طيب لو ال all positive integers تقول لي ايه؟ سميها مثلا اس. دي كده انفينيتي، انفينيت ست. الست ممكن تكون ما بتخلصش، ممكن تبقى دي عبارة عن 1 2 3 3 نقط وشكرا، مكملة لحد ما لا نهاية. فيبقى انا مقدرش اقول الكاردينالتي بتاعتها برقم معين. تمام. تمام، في ملحوظة بقى صغيرة محتاجين نقولها بعيدا عن الكاردينالتي، وهي ان sets can have sets. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا لو قلت لك اس
بتساوي فتحت القوسين بتوعي ممكن جواها اقول لك ايه مفيهاش مشكلة، وممكن اقول لك جواها ست شايلة ايه، وممكن جواها اقول لك برضو جواها ست شايلة ايه وشايلة ست شايلة ايه. شايف اللخبطة؟ يبقى انا كده لو عايز اعرف ايه العناصر اللي جوه الاس دي جواها ايه وجواها ست شايلة الست دي ما شايلة ايه، يعني الست دي ممكن نسميها اكس كابيتال كده مثلا تبقى هي دي، وجواها ست تالتة خالص نسميها بي وليكن. البي دي عبارة عن يعني ممكن نقول بي بتساوي الايه، وجواها كمان ست صغنطوطة شايلة الايه لوحدها عادي. الكلام ده بيلخبط بس تبقى عارف ان هو عادي. فانا دلوقتي لو جيت قلت لك هل ايه بيلونجز تو اس تقول لي اه انا شايفها اهي. طيب هل السيت اوف ايه بيلونج تو اس تقول لي اه برضه انا شايفها قدامي. تمام، تبقى واخد بالك من العناصر اللي جوه الست ممكن تكون هي نفسها ست. يعني برضو لو قلت لك مثلا ان انا عندي بي بتساوي الزد اللي هي سيت اوف انتجرز، والان الناتشرال نمبرز، والسي الكاونتنج نمبرز او كومبلكس نمبرز، والكيو والار دي مش حروف، ممكن تكون حروف اه ولكن هنا هو قصده الستس. فالبي دي از سيت اوف ستس، ست شايله كل الستس اللي احنا نعرفها في الماث عندنا. تمام، دي مفيهاش اي مشكله. مصطلح كمان من اللي عندنا هو الباور ست. ايه بقى الباور ست دي؟ لو انا عندي ست اسمها اس، الباور ست بتاعتها بنرمز لها بي اوف اس، دي اللي هي بقى بنسميها all subsets of S. ناخد بالنا ان احنا قلنا all subsets مش all proper subsets. تمام، لنقل ان انا ال S عندي ب 0 1 2، ال P of S هتبقى ايه؟ بنقول فاتحين بقى ست كبيرة كده. أول subset عندي هي عبارة عن ست فيها الزيرو لوحده، وست فيها الواحد لوحده، وست فيها الاتنين لوحدها. حلو كده، خدنا كل واحد لوحده. ناخد الاتنينات بقى، ست فيها الزيرو والواحد، وست فيها الزيرو والاتنين، وست فيها الواحد والزيرو. ايه ده، في فرق ما بين دي ودي؟ مفيش فرق، فنقوم ماسحين دي. دي كده ملهاش لازمة، دي متكررة عندي. طيب ناخد الواحد والاتنين، فيها مشكلة دي؟ مفيهاش مشكلة. هنيجي يعني ناخد الاتنينات بقى، ناخد الاتنين والزيرو هنلاقيها زيرو واتنين اهي. طب الاتنين والواحد هنلاقيها واحد واتنين اهو. يبقى احنا كده خدنا الاتنين، ناخد التلاتة مع بعض بقى 0 1 2. وآخر حاجة خالص احنا كنا قايلين ايه؟ فاي. فاي دي موجودة في أي ست ما عندنا، هي سبست من أي ست عندنا. طب تعالوا بقى نعد كل السيتس اللي في باور سيت عندنا، 1 2 3 4 5 6 7 8. يبقى بي اوف اس الكاردناليتي بتاعتها بتساوي 8، وده قانون ان بيقول لك ان الكاردناليتي بتاعت البي اس بتساوي 2 باور كاردناليتي اوف اس نفسها. طب كاردناليتي اس كانت كام؟ كانت 3، ف 2 باور 3 ادتني 8. دي ده قانون تاني مهم عندنا، تعالوا نكتبه كده بلون تاني. كاردناليتي بتاعت بي اوف اس بتساوي 2 باور كاردناليتي الاس نفسها، بتساوي 2 باور كاردناليتي الاس نفسها. ده قانون مهم جدا عندنا. مش شرط اسالك فيه دايركت، هيقول لك ايه القانون بتاع الكاردناليتي بتاعه الباور سيت، مش هيجي لك خالص. بس ممكن يجي لك اسئله تتطلب ان انت تبقى عارف ايه هي الباور سيت بتاعه اي حاجه، فتكتبهم قدامك كده اهوت، وبعدين تيجي في الاخر تعدهم يبقى انت طلع 7 بس. اه ده انا كنت ناسي الفوري، او اه كنت ناسي مثلا السيت كلها نفسها، فتراجع نفسك تعرف انت جبت كل السيتس دي صح ولا لا. تمام، تمام. اخر حاجتين بقى معانا في الفيديو بتاع النهارده، اول حاجه فيهم هي كارتيزيان او كارتيزيان برودكت. عباره عن ايه بقى كارتيزيان برودكت ده؟ بنرمز له بايه كروس بي، ولو انت عايز تقولها ايه تايمز بي غلط، بس انت ممكن تحفظها كده علشان هو ده حرفيا اللي هيحصل. يعني ايه بقى ايه كروس بي او ايه كارتيزيان برودكت دوت؟ قال لك تعريفه كدهوت، هو الاوردر بير A و B بحيث ان ال A موجودة في ال A وال B موجودة في ال B. شكرا، بس كده.
يعني لو انا عندي ال A دي واحد واتنين، وال B تلاتة واربعة وخمسة. لو فكرت فيها ان هي براكتس وهتضرب براكتس في بعضها، فانت تاخد الاولاني وتقوم موزعه عليهم كلهم، مرة على تلاتة ومرة على اربعة ومرة على خمسة، صح؟ ده حرفيا اللي هيحصل. اهو A كروس B، واحد وتلاتة، واحد وأربعة، واحد وخمسة، وبعدين ناخد نفس الكلام مع الاتنين بس كده. ده كل ما في الموضوع. طيب ولو قالك مثلا عندي سي كمان فيها زيرو وخمسة أو ستة عشان يبقى ايه مختلفة، طب يبقى ايه كروس بي كروس سي، هتقوم بقى ايه هتبقى أطول معاك بشوية بس. أهو واحد وتلاتة وزيرو، واحد وتلاتة وستة، وادي واحد واربعة وزيرو، واحد واربعة وستة. نفس اللي احنا خدناه في المرحلة الأولى دي ممكن تحلها انت مع نفسك على مرحلتين، تعملهم كده وبعدين بقى تاخد كل واحد من دول وتوزعه مرة على الزيرو ومرة على الستة. فيبقى عندك واحد وتلاتة دول مرة خدته مع الزيرو ومرة مع الستة، والواحد واربعة خدتها مرة زودت عليها زيرو ومرة زودت عليها ستة، وهكذا فيهم كلهم. ولو انت عايز تحسب الكاردينالتي بتاعتها، موضوع بسيط جدا، كاردينالتي اوف ايه كروس بي هي كاردينالتي اوف ايه مضروبة في كاردينالتي اوف بي، تمام؟ عادي، ده طبيعي. انا عندي هنا حاجتين، عندي هنا ثلاثة، يبقى عندي في اخر ست حاجات، ثلاثة في اتنين بس كده. اخر حاجة عندنا في الفيديو بتاع النهاردة، هنكمل بقى في الفيديو الجاي ان شاء الله، كان اسمها تروث سيت. يعني ايه تروث سيت؟ دي حاجة مربوطة شوية بالبريديكتس لو فاكرينها من المحاضرة التانية. لو قلت لك مثلا P of X is افتك quotations absolute X بيساوي واحد، تمام؟ ايه قيم ال X اللي تطلع لي ال predicate ده بترو؟ where لازم يزود لك انا بقى كده where D equal Z، لازم يعرفك الدومين، تمام؟ تمام. يبقى ايه قيم الاكس اللي في الدومين زد اللي تطلع لي الكلام ده بترو؟ تقوم انت كاتب له كده اهو ذا تروث سيت اوف بي، والفاريبل عندي اسمه اكس وموجود في الزد، وير ابسولوت اكس بيساوي واحد از. ده كده كل اللي هو طلبه. اجابتك بقى ايه؟ از ده ست. ايه اللي خليه اللي هنا اللي طلع لي واحد؟ يا واحد يعني كده في واحد بس كده. الموضوع بسيط جدا جدا جدا، هي كلها مصطلحات، تبقى عارف بس المصطلح ده بيعبر عن الحاجة دي وشكرا. تعالوا نرجع بسرعة كده، احنا قلنا في الفيديو ده، احنا قلنا في الأول ال definition بتاع الست، بعدها عرفنا الست builder، وبعدها شفنا equality ازاي نقول ان حاجه بتساوي حاجه، وبعدها عرفنا ال empty set، وبعدها اتكلمنا عن ال subset and proper subset، وبعدها عرفنا ال cardinality اللي هي number of elements، وبعدها اتكلمنا عن ال power set، وبعدها اتكلمنا عن الكارتيجن برودكت، وفي الاخر خالص اتكلمنا عن التروث سيتس. الفيديو الجاي هنتكلم ان شاء الله عن الست اوبريشنز ونحل كام سؤال. احنا كل اللي قلناه النهارده هو مجرد شرح انتروداكشن للنوتيشن بتاع الست، بس ايه الست بيلدر؟ افهم ازاي الكلام اللي مكتوب قدامي ده، اثبت ان حاجه بتساوي حاجه، يعني ايه امتي ست، يعني ايه حاجه سبست من حاجه، ازاي احسب عدد العناصر اللي في السيت عندي، ايه الحاجات اللي بتخليها صح. لو قلت لك دي كروس دي معناها ايه الكلام ده، يعني ايه سيت اصلا في الاول، وايه هي كل السبسيتس اللي عندي في الحاجات. احنا كل ده بس بنتعرف على كلام جديد، لما اشوف حاجه زي كده افهمها ازاي، اعبر عنها ازاي. الفيديو الجاي ان شاء الله هنعرف بقى ازاي نحل على الكلام ده، زي اقول حاجه مع حاجه زائد حاجه، او حاجه يونيون حاجه، الانترسكشن بتاعهم الكلام ده كله، ونحل ان شاء الله كام سؤال ونبقى خلصنا المحاضره دي. شكرا، اشوفكم في الفيديو.